بس يوني بص، انا بفركش بصراحه، انا بفركش وانا عارف ان انت بتاع الحوارات دي وبتقعد تعمل اغاني بقى للحاجات دي وكده. خلعني، عايز اقولك على حاجه بس وعديني ما تزعليش منه. ايوه هي دي الطريقه. بص قولها بقى ان انا ايه مضغوط بقى والحاجات دي بطريقتك انت كده بقى. شايفه اللي قدامك ده تعبان وزعلان وطالع عين امه. الله ينور عليك. قولها بقى ان انا مريض مرض نادر ومش مطول معاه. في حاجه جوه مخه بتزن علي زن، وخلي بالك هيروح مني. خد بقى الكارت ده، انت تستاهلي حد احسن مني. شايفه الانسان ده في زيه كتير وانتي مفيش منك. يا عم ولا تحمد ربنا اصلا ان انا هسيبها ومش ده كسبانه. المفروض تقول الحمد لله ده واد كذاب ومنافق واهلها ما بيحبونيش كمان. اهلك هيقولوا الحمد لله مش مقامك ولا مناسب. طب استنى بس افكر بحاجه كده. طب فاكره يوم الحد اليوم ده كان افلام، طلبت مني ورد، سالني الورده بكام، الورده طلعت غاليه، قفل الموبايل ونام. اللي زي ده نسيبه ما نكملش معاه كلام. والله اني عبيط، انا عبيط، متخلف، متخلف ومريض ومريض ومفلس ومفلس وبخيل وبخيل ومبذر ومبذر. قولوا ان انا مدمن، قولوا ان انا مدمن. ومخدرات وحركات وعينه حمرا ليل نهار زي الشيطان جاي من نار، وابن مول كيف حرام كيف حرام كيف حرام كيف حرام.